هل هناك أعمال يفعلها الإنسان لكي يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام؟ لا تتلف يا أخي، لا تتلف هذا انك ترى الرسول، اتبع سنة الرسول ويكفي هذا. إن حصلت لك رؤية الرسول أن تعرف صفاته الحمد لله، إذا تحصل ما هو لازم. نعم، عليك بالعمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.